بقى الكلمه والكلمه. اخر جمله قلتها شو هي؟ تتذكر؟ ايه شو؟ نحط الفروج على الفحم اذا بدكم. واذا بدنا بنشفي بالفرن. في كلمه بين اذا بدكم، ما هي ما فهمناها، بس شاف نرجع لك بعد شوي لنشوف كيف حطينا الفروج على الفحم. عندك كمان، نحن وياكم مشاهدينا مكملين مع ضيفي مهرجانات بعلبك، جيز بيك مدير عام مهرجانات بعلبك الدوليه، السنه كمان حفله بعده كونسرتس رح بصيروا بهالمنطقه اللي رح بتكون ولعانه مع صيف لبنان 2018. جي صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني نحن بنعرف هالمهرجانات اسم عريق جدا بمهرجانات لبنان، ونقطة سياحية عم تكون بامتياز لكل سياح واللبنانيين، سياحة داخلية ولكل اللي عم يجوا من كل العالم، لأنه حتى نجوم عالميين يعني مش بس لبنانيين وعرب. خلينا بالبداية هيك نحكي شوي عن البرنامج، وتم الاختيار على مين وكم ليلة السنة. يعني نحن البرنامج تبعنا مثل كل سنة منوع في كذا ستيل مشان تيرضي كل الأذواق. مبلشين نهار الجمعة اللي جاية هلا ب20 تموز بحفلة تكريم لأم كلثوم، هي ريمبرينج ام كلثوم اذا بدك نتذكرها، مع انه صار لها 50 سنه على اخر مره اجت على مهرجانات بعلبك. نعم. والحفله كثير كبيره وضخمه، اكيد هي الافتتاح الرسمي للمهرجان، وفي عنا اكيد الاوركسترا اللبنانيه يلي راح يكون الكوندكتر تبعها هشام جابر جاي من مصر، والستارز تبعها اكيد في عنا مي فاروق ومروه ناجي يلي هن حيغنوا بهالحفله. كثير حلوه هالليله. اكيد حلوه كثير، في راح يكون بروجكشن على الحيطان مع فيديوز وقصص على كل حيطان بعلبك لام كلثوم، ففي كمان برودكشن وراها بالاضاءه وبالبروجكشن اكثر من قصه بس انه هي حفله عاديه انه جايين يغنوا. ورحنا مثل ما بنعرف انه ام كلثوم هي عاده كان مثل ما بقولوا الموسيقيه طبعا تخت شرقي، يعني بكون في 15 وانا بدأ، نحن لا عاملين اوركسترا كامله في اكثر من 55 عازف رح يكون عم يشارك، مع انه عاملين مثل تقسيم جديد لهذا العمل. اي اوركسترا رح تكون موجوده؟ اوركسترا اللبنانيه الفيلهارمونيك والشرقيه، القسم يعني في جمع من اثنين، والتوزيع الجديد عم بيعمله الكوندكتر مايسترو هشام جابر. يعني شيء جرانديوز رح يكون، كثير حلو، وبفتكر رح تفول الحفله قريبا، يعني اللي عن جد بحب يعجب. التيكتس وين موجودين؟ بكل فروع فيرجن. تيكتينج اكيد بوكس اوفيس، وفي عندنا كمان ترانسبورتيشن فيهم يشتروا التيكتس تبع ترانسبورتيشن بفيرجن مع مبارك ترانسبورت، وفي اربع نقاط للانطلاق على بعلبك هن بنقوا بفيرجن وين بدهم اقرب لهم واريح لهم. اكيد نعم، يعني رح يكون انطلاق بكير، يعني نحن نبلشوا الباصات ينطلقوا من الساعه 3 بعد بين الثلاثة والخمسة. حلو الواحد يطلع يتفرج كمان على بعلبك وكذا. ايوه اكيد احلى واحد يطلع بكير بالمنطقة، لانه القلعة لها حصتها يعني. نعم. اكيد. قبل ما نكمل البرنامج، هي وين عادة بتصير الكونسرتس؟ بقلب جوبيتر لا رحنا على ادراج معبد باخوس، الحفلات الكبيرة. نعم. المدرج تبعنا بساعة تقريبا 3000 شخص. 3500 حتى السنة. نعم. وفي عنا بقلب معبد باخوس جوا، هيدا يعني محل عن جد سحر، واحد يقدر يحضر حفلة فيه، وبساعة ل 700 شخص. اوكي. رحنا هيدي بنعمل فيها حفلات صغيره مثل قصص معينه مثل الكلاسيك والجاز وهيدي، لانه كثير انتيم بتكون. نعم. الى رونقها. هي ضمن المهرجانات كمان؟ ضمن المهرجانات. نعم. مثل الحفله اللي جايه هلا من بعد الافتتاح. نعم. ب 27 تموز، هي حفله روسيني ذكرى لروسيني كمان الميوزيشن الكبير اللي كان له تقريبا 150 سنه ميت. وفي عنده ستابات ماتر، هيدي الحفله عم بيعمل لها ديريجمون بير توفيق معتوق، وفي عندنا تقريبا 60 كورس رح يكون. واو. من الانديه والجامعه الانطونيه، بلس في عندنا الفيلهارمونيك الروماني اللي جاي من رومانيا، اوركسترا تقريبا فيها شي 50 عازف كمان. وفي بقلب في كمان كذا سولوست مشهورين كثير وكبار، اسامي كبيره مثل دانيالا برشلونة، جويس خوري اللي اصل لبناني، وباولو فانالي. نعم. فهدول كمان حفله كثير مميزه بقلب معبد باخوس. اوكي. وبيرجع من بعدها في عنا ماتيو شديد، ماتيو شديد يلي هو هيز سوبر بوب روك فرنش ارتست، وعامل حفله كثير كبيره خاصه لبعلبك، وكمان ما انه هو بده يتذكر فيها سته اندري جديد يلي هي كاتبه معروفه. نعم. بوت كمان بقى شو اسمه، في عنده كذا جاستر وابرزهم ابراهيم معروف. يلي سنه الماضيه عمل سولد اوت بوقت اللي كان صحيح في حرب ماشي فيه. ايه صحيح صحيح. بعرسال بقى، وبحب طالما جبنا السيره احنا اكيد عملنا جولاتنا على كل القوى الامنيه وعلى
عند الجنرال الجيش وكلهم طمنونا سنة انه الاوضاع يعني ولا افضل من هيك. نعم نعم. فبنشجع الكل انه يطلعوا. شاف كل يوم ببعلبك بيته ببعلبك بقى كل يوم. حلو شاف. نعم. بنرجع لكن نكمل بعد ما تيو جديد في عنا جورج خباز. جورج خباز اللي انا بصراحة. تحية لجورج. اكيد جورج يعني صديق جورج خباز. نعم. مش بس فنان انا بلاقيه انه عن جد نبغى هذا الانسان. صحيح. ان كان بالاخراج اكيد وبالتمثيل وبالتأليف الموسيقي يعني في عالم يمكن ما بيعرفه. وبعده على الارض. وبعده كثير على الارض. لانه عن جد زلمة مميز والعمل اللي عمله السنة بشاتو تريانو كان كثير مميز. صحيح. وعمل ضجة كثير كبيرة فنحن حبينا انه ناخذ هذا العمل. ونكبره ومسرح غنائي. مسرح غنائي. نعم. وحيكون ميوزيكال كتير كبيرة في بقلبه لوحات رأس كبيرة في بروجكشن على الحيطان. أكيد غير قصص شوية بالمسرحية بس صارت كتير مضخمة تقدر تنعرض ببعلبك. يعني يا جورج بيلبقلك مهرجانات ببعلبك بالفعل. وبقلبك بيلبقل جورج. وبعلبك كمان بيلبقل جورج طبعا ما في شك. هيدي رابع حفلة. ايه رح تكون بعشرة وحداش. حفلتين. حفلتين. لحقوا حالكم خدوا تيكس لانه جورج بصوا دغري دغري بيفول يعني. عن جد غريب انا بحب حبرك شغلة كنا معه وعم في تكريم لقاله كان فوق. ما قدرنا نمشي بالسوق. صحيح. يعني تنوصل من محل الباركينج لنوصل محل التكريم العالم يعني كأنه شيء فعلا أنا انبسطنا. نعم. انبسطنا وأكيد عنده جمهور كتير كبير بالبقاع وحتى الجمهور اللي حضره هون بننصحه يطلع يحضر أنه راح يشوف شيء تاني كومبليت. نعم. ديفرنت يعني. نعم هيدي فإذا وفي بعد ولا بضل في عنا حفلتين. نعم. حفلة تانية بقلب معبد باخوس. نعم. جاهد وهبي وإلي معلوف هذا الجاز والطرب عم ينطقوا مع بعض. نعم. وأكيد ست جاهدة يعني هيدي إذا ما فولت رح تفول اليوم أكيد سنة كتير في قبل حلو على البطاقات صوت رائع وعن جد هيدي حفلة رح تكون كتير مميزة وبتنتهي بينتهي المهرجان مع السوبر ستار بن هاربر. نعم. يلي هو جاهدة أيمتى؟ ب17 أب وبن هاربر 18 أب وبينتهوا مهرجانات مهرجانات بعلبك يعني نحن بنحب تستمر أكثر وأكثر مهرجانات بس هلا ما حينتهوا من المهرجانات رح يكمل سنة الجاية أكيد أكيد يعني نحن دائما بننطر شو محضرين مهرجانات بعلبك وإن شاء الله تكون السنة عامرة مثل ما بيقولوا. كيف بيتم اختيار الحفلات يعني هل في لجنة هل يعني عم لاحظين إنه في أوماج وفي بنفس الوقت يعني جورج اللي رح كمان يولع مهرجانات بعلبك بوجوده جاهدة يعني في تنويع يعني العالم كل الإراضين كل الأذواق بس كيف بيتم اختيار مين الستارز رح بيحيوا المهرجانات؟ هلا رحنا في عنا لجنة. نعم. اللجنة هي تنتخب كل سنتين وعلى رأسها السيدة نايلة دفريج يلي هي البريزيدنت سنت من سنة 2011 فهن دائما رحنا بنكون سوا ومنشوف شو عنا possibilities رحنا أهمنا نعمل كذا نوع حفلة كذا نوع مشان تنرد الأذواق ودائما كل سنة في عنا ليلة لبنانية اللي هي production لبنانية تنشجع الفن اللبناني السنة اللي هو جورج. نعم. ودائما في عنا شي بوب أو روك دائما في عنا جاز في عنا كلاسيك في عنا يعني كل هدول الأمور منشوف رحنا شو فيه. نعم. بالسوق كل سنة مع سنة وندرسهم شوف البادجتس تبعهم كيف بدنا نعمل فند ريزنج كل سنه وعلى هالاساس وعلى الاساس بنختار يعني جود تشويس لكل تشويسز بجننوا لكل اللي منقينه خلينا نشوف هالتي في سي انا وياك بنرجع نكمل حديثنا. اوكي لايف سيني كونسير باي خالد مزنر بعلبك تتذكر ام كلثوم روسيني ستابات ماتر ماتيو شديد من دون دف إلا إذا The Musical بجورج خباز من الطرب إلى الجاز مع جاهدة وهبي وإلي معلوف بن هاربر and the Innocent Criminals شو انبسط مدرج باخوس قديه بيسع اشخاص 3500 شخص 3500 شخص نعم. وعم بيفولوا بكثير من الحفلات يعني طبعا. في مطارح في على البواب الواحد يحصل على تيكتس في على البواب نعم الافضل بس دائما اذا حدا كان بذات النهار بده يشتري على الباب يتاكد انه يتصل بفيرجن اي فرع وبيبلغوه شوفوا يعني في بوسيبيليتيز وفي يحجز ايام بطاقات نعم لوقت معين يقدر يجي ياخذهم
والوضع يعني عن جد يعني في عالم بفكر انه الوضع غير منضبط، بس بدنا نطمن انه يمكن اكثر وضع منضبط بيكون بهالمنطقه بالتحديد، مزبوط. منطقه بعلبك. رحنا على حظنا كل سنه ببعلبك بهالوقت بيصير في ايام قصص داخليه بالمناطق فوق، وعادة بتكون بتضيع البعيدة او بجرود بعلبك، واللي هي بعيدة مثل بعلبك وبعلبك السنة كروس يور فينجر الحمد لله ما في شيء ما في شيء ابدا. نحن فوق يعني هلا كنا فوق عم نركب وصار لنا جمعتين فوق كل يوم، والوضع فعلا كثير 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 بريح. الجيش اصلا منتشر بكل المناطق، وعلى نهار الحفلات بيكون منتشر على كل الطرقات اللي بتودي على بعلبك كمان. ايوه فالقلعه بيكون بألف خير والطريقه بتكون كمان بألف. طيب بس خلينا نقول للمشاهدين نقاط الانطلاق للباصز اللي بده يطلعوا من بيروت او مناطق بعيده، من وين رح بتكون؟ في عنا بالمتن، في عنا بيروت، في عنا حد جاليري سمعان بهذيك المنطقه، وفي بعد يمكن صوب جوني بقى قبل شوي. هن بس اول ما يشتروا البطاقات وبي فيرجن يطلبوا البطاقات الباصات، بيقولوا لهم هن شو نقاط الانطلاق، وهن دغري بنقوا حسب شو اقرب شيء لهم. يعني هو الافضل يطلع الواحد اذا بعيد بباص، لانه المنطقه بعيده وعجقه رح بيكون فوق كثير سيارات ليسوا فوق. اكيد هلا رحنا عندنا باركينجز فري باركينجز للباصات اكيد يوصلوا العالم عليها، وللعالم اللي بتحب تاخذ سياراتها. لانه كمان رحنا بنشجع العالم اذا بتحب تقضي ليله فوق بالبقاع، في عندنا في اوتيلات ببعلبك وضواحيها وزحله وبكذا، وفي كثير نشاطات في واحد يعملهم، وفي الهرمل وفي النهر هنيك، وفي عندك حتى بمطاعم كثير طيبه، في عندك كساره، عندك يعني الواينريز، وفي عندك كذا محل، يعني في ادفنتشر واحد يعمله. صحيح. فهو حلو ياخذ وقته، مع انه كمان بيستفيد من اللي يشوف القلعه، مع انه لها رونق ولها انرجي، يعني فعلا واحد بفوت في يقعد ساعات بلا ما يحكي. في اطيب من صفيحه البعلبكيه، وصفيحه البعلبكيه هيدي بتنهيها فيها، مع انه هيدي اهم شيء. نعم طبعا، واهل بعلبك الطيبين والمضيافين اللي طبعا انا يعني بيشتهروا بهالنقطه. الاهل بعلبك بذكروني بلبنان القديم. نعم. يعني وقت اللي كان لبنان من زمان، وقت ما كان في هالستريس وهالعجقه وهالمشاكل السياسيه، كيف كانت كل هالبيوت مفتوحه فوق، بتوصل لفوق بتبتسم بوجههم، ما بتشوف الا حدا لقطك واخذك بده يغديك عنده بالبيت او فعلا بهالسمبليسيتي. نعم. فانا بحب حيي كل جمهور اللي بقى، وان شاء الله يكون المهرجان على ان شاء الله على ذوقهم. اجي انا بدي اتشكرك جياز بكيس مهرجانات بعلبك، وان شاء الله بالتوفيق لهالسنه ولا كمان التحضير، لان انتم دغري بتبلشوا تحضير للسنه اللي جايه كمان بالعمل يلي دؤوب يلي بتقدموه. انا بتمنى بدي اقول لكم انه السيفتي موجوده، الصليب الاحمر موجود، الامن مستتب. تشاركوا مهرجانات بعلبك، لانه كل مشاركه منكم بتحيي السياحه اللبنانيه، مهرجاناتنا كتار. وانا بدي لاقيكم لكم لاقوني ما بنتضارب عن مهرجانات بعلبك، ب 21 شهر عم بكون انا وياكم بمهرجان منطقه الحوش، رح نتسلى وننبسط كثير كمان، رح تكون سهره غير شكل، معلي اسمح لنا، انتم 20 ب 21 لقينا ب 21 بعد يلا ليش لا. اوكي، رح انا وياكم فاذا ناخذ بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه اجنده مع زينه.